هبدأ بترامب. هل فعلا من الوارد انه ترامب يعمل كده يوم الاربعاء؟ والله وارد، اذا كانت كلمه وارد يعني بمعنى ممكن، لانه كم الانباء حوالين هذا الموضوع كبير، يعني في سواء الميديا الامريكاني او الميديا الغربيه بشكل عام، انه واضح انه في يا اما انه في حزمه على بعضها هيعلنها، وفي كثافه في الاتصالات بالذات مع السعوديه ومع مصر، في وزير الدفاع جاي، في كلام ان بنس جاي قريب، ففي حركه سياسيه موجوده من جانب الولايات المتحده تجاه المنطقه، وجزء منها موضوع الصراع العربي الاسرائيلي، جزء منها طبعا الازمه السوريه واخده جزء كبير من القصه. فهل الموضوع ده هيطرح في اطار باكج، ولا هيطرح لوحده، ولا لن يطرح الان، وانه الدول زي السعوديه ومصر واخرين اكيد بيقولوا للامريكان ان دوت ما يخليش عمليه السلام يعني ايجابيه او ممكنه، لانه ده هيخلق نوع من المصادره على المفاوضات الوضع النهائي. انما من ناحيه وارد، نعم وارد.